مساء الخير، في حد موجود؟ مفيش حد موجود. في واحد دخل. يلا مين اللي معانا؟ منورين يا شباب، مساء الفل. أهلا أهلا، احنا دلوقتي معانا 12. كويس، مساء الفل يا شباب، ازيكم؟ ما شاء الله بعتوا أسئلة كتير قوي. لسه داخل أبص دلوقتي لقيتها كتير، فغالبا محدش يسأل بقى خالص لحد ما نخلص بس الأسئلة اللي على البوستة. مساء الجمال يا أسامة، مساء الفل يا دينا. يلا بقينا 22، يعني 5 دقايق كمان كده ونبتدي إن شاء الله. نقضي ال5 دقايق دول سلامات لحد بس الناس ما تكمل. مساء الجمال، مساء الفل. مساء الفل، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ نور، منورانا. منور يا نادر باشا. لا انا مش زعلان يا اسمع، هزعل ليه؟ بس لو في حاجه تزعل عرفيني عشان ازعل. مساء الفل يا منور، ازيك؟ انتوا بعتين اسئله صعبه قوي يا جماعه، بس ماشي نتكلم فيها ان شاء الله. طيب الحمد لله، مساء الخير. نورك يا ولاء، نور. مساء الفل يا رنا. مساء النور يا أمنة. نورك يا مصطفى. خلاص كده نوقف سلامات بقى، يلا عشان نبتدي. نبدأ بالسؤال الأول. أنا هجيب بقى الكومنتات من الجروب اللي انتوا كتبتوها دي وهنتكلم فيها. والله لو خلصنا بدري وحد عاوز يسأل حاجة تانية يسأل، بس يا ريت تقعدوا كده تشربوا حاجة وتسمعوا خلاص. خلونا محدش يسأل حاجة دلوقتي خالص لحد ما أخلص اللي عندي، او ممكن لو حد زنق وسؤال في الحته اللي احنا بنتكلم فيها ممكن سؤال او اتنين بالكتير قوي، عشان ما نلاقيش في الاخر ان اللايف بقى في حاجه واحده، يعني محتاجين نجاوب على كل الاسئله. يلا بينا نبدا. رانيا زكريا بتقول: هل ممكن موضوع الفلسفه في الفن، هل ممكن الفنان في بدايه مشواره يقدر يدخل ده في فنه ولا صعب؟ لا مش صعب خالص، بس هو محتاج حاجتين، محتاج ذكاء ومحتاج مرونه، وهتكلم في النقطتين دول بالذات. وهقول مثال يعني بيحضرني دلوقتي هيوصل لكم الفكره كويس. ازاي يبقى عندي فلسفه في الشغل بتاعي، وازاي شغلي ما يبقاش ساذج، وازاي يبقى عمل فني قيم برغم ان انا سن صغير. يعني احنا بنلاحظ في المعارض دلوقتي، المعارض المهمه كمان، في ناس سنهم صغير وبياخدوا جوائز وبيدخلوا معارض، في حين ان في فنانين كبار واحيانا بيبقوا اساتذه في الكليه وبيترفضوا في نفس المعارض دي. السبب ده راجع للحته اللي احنا بنتكلم فيه، ان الفن محتاج الشخص نفسه اللي بيعمل الفن ده يبقى ذكي ويبقى مرن، مش شخص متقولب او شخص نمطي، او ممكن نسميها شخص ايه،
اللي هو المتزمت، بيبقى خلاص عنده فكر معين كده متمسك بيه طول الوقت، فبالتالي هيترفض، هيجي عليه وقت وهيترفض. كان في دكتور صديقنا كده كان بيحكم مسابقة وكان بيحكي لنا حكاية. كان من ضمن الأعمال اللي اتقبلت في العرض، بس لسه طبعا ما خدوش جوائز وكده، بيبقى فيه عرض الأول وبعدين بيختاروا من الناس اللي هتعرض دي حد ياخد الجائزة. المهم دخل، كان في بنت عاملة شغل بالخزف كده والنحت، وكان الشغل بتاعها مرصوص بطريقة معينة، والدكاترة دخلوا لجنة التحكيم انبهروا بالشغل، قالوا ازاي هي في السن ده وتعمل الشغل القوي ده، وازاي مش عارف ايه ده، عندها رؤية وفلسفة وعندها مش عارف ايه وكده. البنت كانت لسه ما جاتش، اول ما جت قعدت تصوت ايه اللي انتوا عملتوه في شغلي ده، والشغل اترص ازاي كده ومش عارف ايه، وقلبت الدنيا عشان شغلها مرصوص بشكل وحش. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هي كانت في دماغها رصة الشغل بطريقة معينة، وكانت بعتها سكتش في رصة الشغل، بس طبعا السكتش ده معرفش راح فين او ما كانش موجود، معرفش القصة بالظبط. فالمهم الولد اللي رص العمل الفني هو مش فنان اصلا، فرص بأي طريقة، رمى الحاجات تقريبا كده على الارض وسب. المهم كان حد من اللجنة يعني كان لسه هيتكلم معايا يقول لها يا بنتي اصبري، العمل الفني كده مرصوص باحسن شكل وكده، ممكن تاخدي الجايزة اصلا ومش عارف ايه. فالدكتور وقفه، حد تاني يعني، قال له استنى سيبها هي ترصه، تورينا هي هترصه ازاي. المهم قعدت ترص البتاع، الحاجة بعد ما ترصت بقت ساذجة جدا، يعني بعد ما رصت الحاجة زي ما هي عاملاها وعاوزاها بقت ساذجة جدا، في حين ان الحاجة لما اترمت بعفوية من الشخص اللي كان بيرص كده من غير ما يبقى هو فنان وفاهم اصلا، كان شكلها حلو جدا. وموضوع العفوية ده ان شاء الله هو موضوعنا المرة الجاية في ورشة الاكواريل، هنتكلم عليه باستفاضة. المهمة بعد ما رصت العمل بطريقتها طلع وحش جدا، بس قعدوا يكلموها ان هو الرصة الاولانية احلى، طبعا مش مقتنعة، هي متشبسة ومتمسكة بالرصة اللي هي حطها في دماغها من اول ما فكرت الفكرة بتاعتها، فبالتالي هي ما عندهاش مرونة، زائد ان هي مش ذكية ان هي تسمع كلام حد عنده خبرة وشاف كتير وعارف ان العمل الفني ممكن يبقى كده كويس وكده لأ. فالعنصرين المهمين قوي عشان يبقى شغلنا قيم ومش ساذج ان انا ابقى شخص ذكي ومرن، زائد طبعا الخبرة البصرية بقى، وان انا يبقى عندي تجارب كتير وابقى اشتغلت على تجربتي الذاتية بشكل كويس. المهم البنت ما خدتش الجايزة بسبب ان كان الرؤية دي جزء من التحكيم، يعني انا لازم ابقى شايفك وفاهم انت بترص الحاجة ازاي وعاوز تعرض العمل الفني بتاعك ازاي. انا احيانا كنت مرة بتفرج على لوحة كده حد بيوريها لي، فانا لأول وهلة كده انبهرت من اللوحة، عجبتني جدا، لما ركزت شوية لقيته رسم معرفش بطة ولا مركب ولا ايه. مجرد ما شفت الموضوع بتاع اللوحة حسيت ان لا، يعني انا كنت غلطان لما عجبتني اللوحة. وهو قعد يشرح لي بقى بص البطة ورقبة البطة فين ومنقارها ومش عارف ايه. فالإحساس اللي وصل لي في الأول للأسف ما استمرش بسبب سذاجة التناول، وإن هو بيرسم حاجة بشكل ساذج وما عندوش خبرة وما عندوش، وعمل حاجة كده من غير ما يقصد. يمكن اللوحة وهي مقلوبة كانت أحلى بكتير من وهي معدولة، يعني لما كنت أنا مش فاهمها كانت أحلى بكتير مما فهمتها. بس فأحيانا يا جماعة إنك تسمع الكلام، خصوصا الكلام الأكبر منك واللي عنده خبرة في الموضوع، وتبقى مرن إن أنت تغير فكرتك طول ما انت شغال، لان الفكرة ممكن تاخدك لأماكن انت كان عمرك ما هتفكر فيها اصلا. فبس ده بخصوص موضوع الفلسفة، مش عايزين نطول فيه ونروح على النقطة اللي بعد كده. ولاء فادي، عاوزين نتكلم عن رحلتنا من بداية الورش لغاية النهاية، وايه المعطلات اللي طبيعي تقابلنا ونتعامل معها ازاي. طيب ماشي، الجزء ده هنتكلم فيه بخصوص المنهجية عموما، ازاي اتعامل بشكل منهجي مع الورش. وده كان سؤال حد تاني اللي هي آلاء محسن بخصوص البوست بتاع ميادة سالم، لما قلت ان هي بتشتغل بمنهجية وكده، فهي عاوزة تعرف ايه المنهجية اللي احنا بنشتغل بيها في الورش. طيب نتكلم في النقطة دي شوية وبعدين نشوف اللي بعد كده. مرحبا يا عبير، شكرا يا رنا. موضوع المنهج، كلمة منهجية يا جماعة، منهجية جاية من منهج، منهج ده يعني مجموعة خطوات لازم اجتاز الخطوات دي عشان اروح لحاجة بعد كده اكبر. كل ما هتعامل بمنهجية وامشي على خطوات، حتى لو الخطوات دي النقلات ما بينها بسيطة، كل ما هوصل بشكل اسرع وابقى عملت اللي انا محتاجه.
المنهجية في المرحلة التعليمية اللي احنا فيها دي محتاجة أول حاجة التزام، لازم أبقى شخص ملتزم. يمكن المرحلة الإبداعية مش مهمة، يعني هتلاقوا دايما المرحلة التعليمية عكس المرحلة الإبداعية في كل حاجة. لو عملنا مقارنة كده، فالمرحلة الإبداعية أنت بتشتغل فيها بمزاجك وقت ما تحب، المرحلة التعليمية لا، لازم تلتزم، لازم لما نطلب واجب مثلا أو تمرين لازم يتعمل، في محاضرة لازم تحضر من الأول عشان مفيش حاجة تفوتك، لازم لما نقول إن الخطوات 1 2 3 تعملهم بالظبط، متقعدش تشقلبهم أو تجيب خطوات من دماغك، تمام؟ فالمنهجية أول حاجة إن أنا ألتزم، ألتزم بالقواعد بتاعة المكان اللي أنا بتعلم فيه يعني. وده موجود في طلب العلم عموما في أي مجال مش بس الفن. فيمكن عدم الالتزام بيأخرنا شوية، بيخليني أحارب في جبهات تانية وأفتح على نفسي فتحات تانية مش وقتها، مجاش وقتها. يمكن الموضوع ده مرتبط شوية برضو بالفزلكة، كان في سؤال تاني عن الفزلكة، إن في بعضكم بيتفزلك، أو إحنا كلنا أحيانا بنتفزلك يعني في الشغل، وبنعمل حاجات يا إما ساذجة يا إما مش أوانها دلوقتي مش وقتها. أنا لما كنت في طالب في إعدادي كلية كان عندنا شغل في المتحف الزراعي، إن إحنا نروح نرسم اسكتشات ونعمل لوحات بالرصاص للحيوانات المحنطة اللي هناك. المهم أنا رحت واشتغلت وعملت حاجات كتير، وفي مرة كده عملت لوحة رسمت فيها، كنت رايح متضايق تقريبا، أنا معرفش، كنت مكتئب ساعتها الفترة دي، كانت فترة كئيبة بصراحة في الكلية. فرسمت عصفورة، كان في عصفورة هناك تقريبا واقعة على ظهرها وميتة وكده، حاجة شبه كده يعني. قمت راسم العصفورة ميتة وجبت سكينة غرزها في بطنها وعملت جو درامي كده سريالي مش موجود في المتحف أصلا. أنا خدت العصفورة وألفت. المهم الدكتورة شافتها، ويعني هي استظرفت الموضوع، بس طبعا ده مش المفروض يتعمل يعني. أنت رايح المتحف عشان ترسم سكتشات وترسم تشريح وتستفيد، مش تحقق رغباتك او طموحاتك يعني. ما ينفعش اروح وانا في مرحلة تعليمية عاوز اتعلم 1 2 3، اروح انا اجيب حاجة من الشرق ومن الغرب واقعد اعملها عشان بس انا نفسي اعمل كده. فاول حاجة هتخلينا نشتغل بمنهجية ان احنا نبعد الحالة النفسية عن الشغل، سواء الحالة دي ايجابية او سلبية. اللي حصل لي وقتها ان انا كنت متضايق، فروحت دورت على عصفورة ميتة ورسمتها، ورسمت السكينة داخلة في بطنها وعملت الجو الكئيب ده. فدايما يا جماعة لما بندخل العواطف والمشاعر والحالة النفسية في الشغل للأسف بتخسرنا كتير وبتعطلنا، حين ان انا ممكن استغل الوقت ده في حاجات تانية افيد لي. طيب الكلام ده نعمله امتى؟ امتى ادخل المشاعر والحالة النفسية في الشغل؟ في المرحلة الإبداعية مش دلوقتي. والمرحلة الإبداعية هنتكلم فيها كتير إن شاء الله في محاضرات التفكير الإبداعي، وإزاي أوصل للفكرة وإزاي أعمل لوحة ليها مغزى وليها وفيها رؤية ومفهوم وكده. فما تستعجلوش خالص يعني، لو أنا لقيت نفسي في نفسي أرسم حاجة معينة أو كده، والحاجة المعينة دي لو أنا رسمتها، أفكر كده بالمنطق يعني، لو رسمتها وحسيت إن هي مش هتفيدني مش مهم يعني، خلاص هأجلها شوية لحد ما أتعلم وأوصل لها وأبقى أعملها وقتها. فالموضوع مش محتاج يعني ان انا افرد عضلاتي قوي دلوقتي، قد ما محتاج ان انا امشي الموضوع خطوه بخطوه. يبقى المنهجيه ان انا ابقى ملتزم، ما تفزلكش، احيد مشاعري، اخلي مشاعري حياديه، وحياديه المشاعر دي مهمه في المرحله التعليميه ومهمه في تلقيك للشغل، ان انت لما تتفرج على شغل او اعمال فنيه تبقى شخص حيادي، ما تبقاش رايح المعرض تتفرج وانت مبسوط او انت حزين او مكتئب، لان ده هينعكس على رؤيتك للشغل، فبالتالي هيشوش عليك ومش هيخليك مش عارف تحكم على الشغل بشكل كويس. تمام كده. حاجة تانية من ضمن المنهجية ان انت تبقى مدرك لان انت فنان، والفنان ده عبارة عن شخص بيعمل فن وعمل فني ومتلقي لازم يشوف الشغل. فالناس اللي بتشتغل ومش حابين الناس تشوف شغلهم دول عندهم مشكلة في المعادلة ناقصة. فمن ضمن المنهجية اللي انا بتكلم فيها ان انت ما تتكسفش ان انت توري شغلك للناس. اللي حصل عند ميادة ونماذج كتير منكو ان هم بينزلوا شغلهم على صفحاتهم، وكان دايما السؤال اللي بسأله للناس اللي مش بينزلوا شغلهم، انتوا ليه مش بتنزلوا شغلكم على الصفحات بتاعتكم؟ يقولوا لي عشان الفريندز عندنا مش مهتمين بالفن. طب ما ان شاء الله عنهم مهتم، ده دي صفحتك انت حر تنزل عليها اللي انت هتنزله، وانت اللي هتخليهم مهتمين اصلا يعني. انت لما تنزل شغلك اول باول كده الناس هتبتدي تتفرج على حاجه حلوه
ويبتدوا يتفاعلوا معاك بشكل كويس، وتبقى بتصنع جمهورك. يعني انت مش لازم يبقى ليك جمهور بالملايين فجأة، ما انت هتبدأ بعيلتك وبعدين اصحابك وبعدين الدايرة هتبتدي تكبر شوية بشوية. والهدف من نشر الفن مش ان انت تبقى شخص مشهور وخلاص، يعني في فرق بين الشهرة وبين النجاح. لما تبقى شخص ناجح وشغلك بيأثر في الناس، ولما تقول كلمة الناس تتأثر بيها، او لما تعرض لوحة في معرض الناس تتناولها وتبتدي تتناقش فيها، انت كده حققت المطلوب منك. انت مش بترسم لنفسك وخلاص، وان كان برضو الرسم للنفس ده هدف من اهداف الفن، ان انا استمتع بس باللي انا بعمله، بس ده ما يمنعش ان انت كفنان تعرف تسوق لنفسك كويس. وافضل مثال بشوفه في مصر للكلام ده فاروق حسني. فاروق حسني برغم كل الانتقادات اللي الناس بتنتقدها لشغله، الا انه مكمل وبيعمل اللي هو عاوزه، وناجح جدا في التسويق لنفسه على النقيض. في ناس يمكن يكونوا في مستواه او اقوى منه بس فاشلين للاسف في التسويق او في الدعايه لنفسهم، مش عارف يبروز نفسه كويس، يمكن مش ملم قوي بالتكنولوجيا، مش مواكب للتكنولوجيا، ودي مشكله كبيره برضو. يعني انا نصيحه، لازم كلكم تبقوا يعني اول باول كده عارفين الجديد اللي بيحصل، سواء بقى في وسائل التواصل الاجتماعي او في الاجهزه بتاعه الموبايلات او في برامج الايديت بتاعه الصور. يعني لحد دلوقتي في ناس مش عارفين يحطوا صورتين جنب بعض على برنامج موبايل، ما اعرفش ازاي. يعني لما بنطلب نحط صورتين جنب بعض بنلاقي مهازل، بنلاقي حاجات غريبه حاصله يعني. فده ألف ب بروزة لنفسك، لازم تبقى عارف تبروز نفسك ازاي وتعرض نفسك للناس ازاي. فده ذكاء، محتاج شوية ذكاء بس وتفكير كده ان انا اهتم بالمنطقة دي. فده من ضمن المنهجية. يعني لو جه حاجة تانية في المنهجية هنتكلم فيها، بس ممكن نشوف بقية الاسئلة عشان برضو ما نسهبش قوي في نقطة على حساب بقية النقط. موضوع العلاج بالفن حلو، هل الواحد ممكن يفهم نفسه اكتر بالفن؟ طبعا. يعني انا مش متخصص قوي في العلاج بالفن بصراحه، مش منطقتي، بس ان شاء الله هجيب لكم مره دكتوره متخصصه في الموضوع ده، حضرت لها محاضره وهي خريجه الكليه عندنا، اسمها دكتوره اماني سعد، حد شاطر جدا وليها تجارب كتيره قوي في الموضوع ده، وان شاء الله تبقى محاضره شيقه. هحاول باذن الله في اقرب وقت اتفق معاها ونعمل معها لقاء، ممكن يبقى لقاء على زوم او لايف، هنرتبها يعني ان شاء الله، وهتكلمكم باستفاضة عن الموضوع ده وتحكي لكم عنه. تمام. عبير، كم سؤال يا عبير؟ 1 2 3 4. ماشي، طيب هنشوف اسئلة عبير. كيف نهيئ مكان من الصفر ليصبح مرسما؟ بصي، احنا المعماري حسن فتحي انتوا عارفينه طبعا، احنا كنا في الفيوم من كام يوم كده، ففي مجموعة مراسم هناك، وفي الفنان محمد عبلة لو تعرفوه ليه مرسم هناك. فالمهم تقريبا في وقت ما كان حسن فتحي على قيد الحياة، يعني محمد عبلة راح له وقال له انا عاوز ابني مرسم بالطراز بتاعك اللي هو الأوبب والمباني الطينية والحاجات دي. فحسن فتحي رفض وقال له انت اللي لازم تبني التصميم بنفسك. يعني هو قال له اعمل التصميم بنفسك وانا هجيب لك الناس اللي تشتغل والبنايين والصناعية ينفذوا لك اللي انت عاوزه، لان انت ادرى حد باللي انت محتاجه. ما انا ممكن اعمل لك تصميم وفي الاخر تلات ارباع المكان انت ما تعرفش تستخدمه. انت عارف انت هتنام فين، تقعد تريح فين، يعني هتريح من اللوحة شوية وتقعد تشرب كوباية شاي، هتبقى مش عارف قاعد في زاوية معينة تبقى شايف فيها الشغل. فانت ادرى حد يا عبير بالمكان اللي انت هتقعدي تشتغلي فيه. ما انا ممكن اقول لك اعملي المرسم بتاعك زي المرسم بتاعي، طب ما هتقعدي متضايقه، يعني هتلاقي نفسك عايشه في مكان بتاع حد تاني غير المكان بتاعك. خلاص. فالمرسم يعني يمكن المرسم مراسم كلها الخاصه بتتفق في كذا حاجه، ان فيها ستاند رسم، فيها اضاءه متعادله، الاضاءه دي ممكن تبقى اضاءات صفراء وبيضاء مع بعض عشان ما يبقاش الاضاءه مصفر قوي او مبيض قوي، او ممكن لو هتجيبي اضاءه وسط جاهزه على طول وتركبيها يبقى كويس، تبقى إضاءة أقرب لضوء النهار أكتر، مش إضاءة مسفرة بزيادة أو مبيضة بزيادة بس. وترابيزات بقى وحاجات كده، طبيعة صامتة، تماثيل، الحاجات اللي احنا بنحتاجها دايما في المذاكرة، لأن مهما كبرنا فنيا لازم هنرجع تاني نقعد كل فترة نذاكر، فلازم بقى عندك الأدوات والحاجات اللي انت تستغلها في ده. خلق الرموز الفنية
مش عارف يعني الكلمه مديه كذا معنى يا عبير، يا ريت تفسريها لي كده. خلق الرموز الفنيه، الرموز اللي انت بتستخدميها في لوحاتك، ولا الرموز اللي هو الانسان نفسه، يعني ان انت تبقي رمز فني وكده. فيا ريت تقولي لي تفسير على ما اشوف السؤال اللي بعده. اليه التقييم الذاتي وهل هي مفيده او لا؟ ان احنا نقيم نفسنا برضو يا جماعه، ما ينفعش يعني نقول ان تقييم الذات حاجه مرفوضه على طول الخط. لا، نقيم نفسنا ما فيش مشكله، احنا كل فتره اصلا كل ما مهم ان احنا نقعد نحاسب نفسنا ونشوف وصلنا لفين. بس في تقييم ايجابي وفي تقييم سلبي. التقييم الايجابي بيبقى نابع من ايه؟ التقييم الايجابي ده نابع من ان انت دايما بتسال اللي اكبر منك، بتسال اللي عنده خبره، بتتفرج وتبتدي تقارن. طب الفنان الفلاني عمل كده ليه؟ لسه حد من مسابقة إبداع لما نزلنا الشغل اللي اتقبل دخل يحط لوحته وعمال زعلان ان هو ما اتقبلش، وفي زيه مثلا حوالي 100 واحد. طب يعني هل احنا المفروض ان احنا ندي الجايزة ل 100 واحد او نصعد 100 واحد؟ احنا متحدد لنا عدد معين، وعمال بقى ناقم على اللي حصل وان هو مش هيشارك تاني في مسابقات، وهو شغله يعني مش حلو ومش وحش، هو كويس يعني متوسط. بس هو يمكن هو شاطر في الاداء بس في سذاجة في التناول شوية، والاداء برضو فيه بعض المشاكل يعني، بس هو مش مدرك ده لان هو غرقان في اللي هو بيعمله، ما بيشوفش حاجة غير نفسه، هو طول الوقت شغال مع نفسه وفاكر نفسه ان هو خلاص بقى دافينشي، فمش متقبل حتى رأي اللجنة في شغله. يعني انت لو شخص ذكي، وانت ان شاء الله ذكي يعني وهتفهم مع الوقت، هتعرف ان ده في مصلحتك. يعني بدل ما تقعد تقول ان اللجنة بتحابي ناس على ناس وعارفة ناس، ولا احنا ولا نعرف حد اصلا من اللي تصعد. كان ممكن بصيت للموضوع بشكل موضوعي اكتر، وحتى بعتلنا ناقشتنا في اللي حصل، كان ممكن عادي هرد عليك واقولك اللي فيها يعني. انما تقعد بقى تولع الدنيا وتعمل في الكومنتات وتعيش دور الضحية والكلام ده مش صحي. فالذكاء ان انا اتعامل مع الموضوع واستفيد من خبرة الناس اللي قيموا لي شغلي دول، واشوف مشكلتي فين فعلا. هو لو عارف مشكلته فين هيقدر يتعامل معاه. في ولد شغله اترفض يوم التحكيم وقابلناه وش الوش كده، وقعد يتناقش معانا واتكلمنا معاه، وفضلنا نتكلم معاه ساعة كاملة، والحمد لله تقبل الموضوع وطلع مبسوط جدا. قال لي انا الساعة اللي انا اتكلمت فيها معاكو دي اهم بكتير من الجايزة بتاعتي. وعلى فكرة كان مكلف العمل بتاعه تقريبا نفس قيمة الجايزة اللي هو المفروض ياخدها، مبلغ ضخم جدا، عامل بيه عمل فني كبير ومش عارف ايه، ولزق حاجات قيمة جدا في الشغل. بس لما وقف وفهم وجهة نظرنا اقتنع واستفاد وقال لا فعلا انا غلطان في كذا وكذا ومحتاج اظبط ده، لان ده حد عاوز يستفيد، مش جاي وخلاص داخل المسابقة عاوز ياخد يخطف له قرشين ويجري، مش ده الهدف خالص يعني. تمام. فالتقييم الذاتي مهم، محتاج ذكاء برضو، ان انت تبقى بتسمع كلام الخبرات الناس المتخصصين، تبقى عارف، تبقى شايف نفسك كويس انت فين، ما تبقاش موضوع مش فرد عضلات وخلاص. التقييم الذاتي بقى السلبي ان انت كل شوية كل ما اعمل سكتش اقعد ابصله واقول السكتش ده مش حلو. ما هو طبيعي السكتش مش حلو، في فنانين عظماء بيعملوا عملوا الاف الاسكتشات الوحشه. عمار سال سؤال في النص كده، ازاي اقدر اعمل لوحه التناول بتاعها ما يبقاش ساذج زي ما حضرتك بتقول؟ الموضوع ده شاغلني جدا فعلا. طيب التناول الساذج ده بيحصل بسبب ان احنا بنجيب حاجات مستهلكه وبنرسمها، يعني بنعمل حاجات غيرنا خلاص عملها. يعني انا لو رسمت الموناليزا دلوقتي، او جبت بنت ولبستها نفس لبس الموناليزا بنفس الطريقه ونفس الاضاءه وقعدتها ورسمتها، طب ما انت كده بتهري في المهري خلاص، يعني كل الكلام ده اتعمل اتهرس، فده سذاجه. فكره المباشره لما تحب تعبر عن فكره، التعبير عن الافكار كل ما يروح ناحيه الغموض كل ما يبقى احسن، كل ما يتفسر ويروح ناحيه المباشره كل ما يبقى ساذج. يعني هتعمل لي فكره عن الحريه وقمت راسم لي واحد بيكسر القيود، فما ده ساذج يعني. الحرية ممكن نتناولها بطرق تانية تكون بعيدة تماما عن المفردات المستهلكة دي. الأشخاص ممكن أحطش فيها أشخاص أصلا، وأحيانا الفنانين التجريديين هتلاقي ليهم لوحات
عبارة عن مساحات لون وحاجات كده، وتلاقي اللوحة اسمها الحرية ولوحة تانية الخروج مش عارف من ايه، وتقعد تتفرج على اللوحة ايه علاقة ده بالخروج وبالحرية، يعني ملهاش اي علاقة. بس في النهاية هو قدم محتوى، قدم لك فكرة تخليك تفكر شوية، تتخيل، دماغك تشتغل وانت بتتفرج على العمل الفني، ما صدمكش بفكرة مباشرة. يعني انا لما ارسم بطة ووزة بيتفسحوا مع بعض في الشارع واقدم لك ده عمل فني، طب ما خلاص، ما انت مالكش دور كده، المتلقي مالوش اي دور في ان هو يتخيل ويفهم العمل الفني. الموضوع محتاج محاضرة ان شاء الله كبيرة في موضوع السذاجة ده، هو هنعملها اكتر في التفكير الابداعي، هنتكلم فيها وازاي نبدأ نفكر في الفكرة وخطوات التفكير. فبإذن الله يبقى ليها يعني وقت تاني نتكلم فيها باستفاضة. بس اهم حاجة لما تيجي تفكر في فكرة، حاول تستبعد اول وتاني وتالت فكرة يجوا على دماغك، لان طبيعي اكيد كل الناس فكروا في الحاجات دي. يعني فكر بره الصندوق زي ما بيقولوا، وهات حاجات يعني ما اتعملتش قبل كده او ما اتعملتش بنفس الطريقة. سؤال مشاكس، كيف يكون شعور الفنان المعلم وهو يشاهد اللوحات ويستطيع ان يرى الاخطاء بشكل حساس؟ هل هذا يؤثر على التمتع بالاعمال وتذوقها فنيا؟ طيب، حلو السؤال ده يا عبير. الشق الاولاني، هل واحنا بنتفرج على شغل، احنا طبعا شفنا شغل كتير جدا، اي حد بيدرس فن فشاف الاف اللوحات والاف الاعمال، والضعيف والمتوسط والكويس والوحش، فبالتالي ادراكنا للخطأ بيبقى اسرع من حد تاني ما شافش نفس الكم من الشغل ده. ادراكنا للخطأ بيبقى سهل اطلع الاخطاء بسهولة واقعد اتكلم فيها كتير. بس ده ما يمنعش ان انا بشوف المناطق الحلوة اكتر. يعني بصي، الشقين موجودين، نتيجة للخبرة البصرية اللي حصلت انا بقدر احدد الاخطاء كويس، وفي نفس الوقت بقدر اشوف الحاجات الكويسة كويس واقدر انبهه ليها واقول له اشتغل عليها والكلام ده. يا اسماعيل، ازيك يا اسماعيل منور. الورش هترجع المرسم قريب ان شاء الله، يعني ممكن بعد رمضان كده نبتدي نرجع باذن الله. مريم عصام، بالظبط يا مريم، نستبعد الافكار المستهلكة. جميل، خلاص نسيت انا كنت بقول ايه، نشوف بقية الحاجات. تمام، احساسنا بالاخطاء وكده. فجميل، الخبرة البصرية بتخلينا ندرك الأخطاء وفي نفس الوقت ندرك المزايا اللي ممكن نشتغل عليها ونطورها مع الوقت. والنقطة دي على فكرة تقدروا تعرفوا منها الشخص اللي بينتقد شغلك ده شخص فاهم ولا لا. لو لقيته دايما بيتكلم في الأخطاء بس، يعني عمال يقولك لا ده غلط وده غلط وده غلط، هو مش شايف الحلو، فهو مش مدرك أصلا الحلو ده ممكن يبقى عامل ازاي، فده عنده خلل ما في الموضوع. هو حاسس ان هو عاوز يتفزلك وخلاص ويستعرض عضلاته قدامك ويفهمك ان هو فاهم وبتاع، بس هو في النهاية ما بيفهمش. هو لو شخص ذكي او فاهم يعني بجد، هيلفت انتباهك للحاجات الحلوة اللي انت ممكن تشتغل عليها، لان مفيش عمل فني وحش. انا عمري ما شفت عمل فني وحش 100%. لازم هيكون في حتة كده ممكن تلعبوا عليه، حتة صغيرة كده، وان شاء الله حتى 1% في اللوحة ممكن اشتغل عليها وطلع منها شغل كويس مع الوقت. تمام، بس في النهايه لا، بالعكس، يعني انا بستمتع باي شغل بشوف، حتى لو طفل بيرسم قدامي، لا انا بستمتع. وده هيحصل لكم مع الوقت ان شاء الله بالتدريج، لما هتتفرجوا على شغل كتير هتحسوا الجمال في اي حاجه، هتحسوا الجمال ده في حيطه منشعه، هتحسوه في شويه ميه مدلوقين على الارض، هتحسوه في السحاب، في الشارع، في اي مكان. في حين ان غيركم اللي ما عندوش خبره بصريه ومش حاسس بجمال الحاجات دي مش هيحس بالكلام. يعني انا نزلت امبارح تفصيليات كده من شغل فان جوخ، في ناس دخلوا يتريقوا لان هم مش فاهمين ايه ده، هم مش عارفين اصلا ان دي تفصيليات ولا يعرفوا مين فان جوخ اصلا. هم داخلين وخلاص على البوست يحذفوا اي دبش وخلاص ويقعدوا يهزروا شويه، وهم اصلا لا فنانين ولا متذوقين ولا اي حاجه، بدليل ان في ناس تانيين عينيهم شغاله وخبرتهم البصريه شديده قوي، فحاسين بجمال ودسامه اللون وازاي لمسة الفنان زهرة وجمال الالوان نفسها، لان هم جربوا وشافوا وحسوا الحاجات دي وغيرهم ما حسش بيها. تمام، طيب نشوف حد تاني غير عبير. موضوع العلاج بالفن خلاص قلنا، نظبطه. ماجستير فنون جميلة في الزمالك. ايوه يا رحمة، انت عاوزة تعملي ماجستير فنون جميلة في الزمالك؟ مش عارف
يعني بلاش ندخل في موضوع الماجستير والحاجات دي عشان ما خبطش في الحلال. بس طيب نشوف مين بعد كده. موضوع الارت بلوك، ماله يا جماعه الارت بلوك؟ انتوا معتبرينه ارت بلوك ليه؟ ما تعتبروه استراحه او هدنه، يعني بالعكس ده انا بتبسط جدا لما يجي لي ارت بلوك، فبعرف اعمل حاجات تانية نفسي اعملها، باخد اجازه شويه. دي برضو حاجه مهمه قوي في الفنان، ان هو ما يبقاش شغال زي المكنه طول الوقت. انت كده هتستهلك نفسك وهتقعد تعيد وتزيد في اللي انت بتعمله، الناس هتمل من شغلك وهتكرهه. فلا، ناخد هدنه. عشان يحصل ايه بقى في الارت بلوك؟ فتره الارت بلوك بتاعتكم دي انت بتنسى، يعني دماغك بتنسى شويه، واللي هو فكره التوافق العصبي والعضلي وان علاقه ايديك بعينيك وبتاع والكلام ده كله بيحصل ان هي بتنسى. فلما تيجي ترسم تاني هتقعد تفتكر، طب انا كنت ببدا ازاي، كنت بشتغل ازاي، ايديا كانت بتمشي ازاي. فشويه النسيان الحلوين اللي حصلوا دول هيطلعوا منك حاجه جديده ومختلفه ما كنتش تتوقع. فانا بصراحه موضوع الارت بلوك ده ما بقتنعش بيه خالص، انا بعتبره ميزه ولازم يحصل. اولا عشان انت تهدى شويه، المكنه اللي شغاله طول الوقت دي تستريح وتبتدي تستجمع قوتك تاني، وتبتدي على نظافه كده رواقه، وتكون صفيت دماغك وتكون شحنت كويس عشان تبدا تشتغل بشكل جديد. الشق التاني ان انت تكون نسيت انت كنت بتعمل ايه، فما تكررش نفسك، فتبتدي بشكل مختلف وتطور نفسك وتكتشف، والناس كمان ما تملش من شغلك وتلاقي حاجه جديده تتفرج عليها. والانماط دي هنلاقيها في الفنانين، هنلاقي في فنانين شغالين طول الوقت ما بيبطلوش، فبالتالي عمال يعيد ويزيد في اللي هو بيعمله. فايه الجديد اللي بيحصل؟ مفيش. هو مجرد يعني هو الميزه اللي بتحصل بسبب الشغل الكتير بس، ان هو بيتقن اللي هو بيعمله جدا، يعني بيلاقي نفسه خلاص بقى متمكن، بقى صنايعي، صنايعي شاطر قوي، يمسك كده الالوان والفرشه وبتاع يطلع معاك لوحه زي الفل. بس ده مش الهدف، يعني لازم نفصل شويه يا جماعه. عديها يا نشوى، ربنا يكرمك ويسترك كده. ايه تاني برضو؟ ننظم الوقت ونتغلب على الارت بلوك. بصي، هو تنظيم الوقت ملوش علاقه بالارت بلوك، يعني تنظيم الوقت ان احنا شويه نشفق على نفسنا او نهون على نفسنا كده، ونحاول نعمل الموضوع ولو بقدر قليل. يعني اللي بيشتكي ان هو ما بيرسمش كتير ده، انا مش عاوزك ترسم في اليوم غير ولو دقيقه او دقيقتين. اي ورقه تلاقيها قدامك واي قلم طلعه وارسم فيه. مجرد ان انت اشتغلت ولو دقيقه واحده في اليوم ده كويس جدا، واستمر على ده. خير الاعمال ادومها وان قلت، يعني ان انا امسك عمل واكرره كل يوم، وشويه بشويه ازود الجرعه بقى سنه بسنه لو انا في مرحله تدريب على حاجه معينه. تمام. بس الارت بلوك ده حاجه كويسه، يعني يا ريت نستغلها وما نزعلش منها ونتبسط، عشان مفيده ليكوا كفنانين يعني. بس طبعا ده مش معناه ان انت تقعد شهرين ثلاثه ما بترسمش سكتشات. السكتشات دي حاجه كده بس تسخين عشان ايدينا ما توقفش تماما، يعني احنا محتاجين نوازن. بس احنا مش محتاجين تنظيم وقت ولا ان احنا نكسر الارت بلوك، احنا محتاجين بس نعمل موازنه، ان الحياه ما تبقاش كلها ارت بلوك ولا تبقى كلها شغل عمال على بطال. لازم يا جماعه نستمتع، الحياه فيها حاجات تانية كتير غير الرسم. يعني في اوقات كده ممكن تلاقي نفسك زهقان من الرسم اصلا، اللي انت المفروض بتحبه في اكتر حاجه في الدنيا. يعني فكروا في حاجات تانية، هتلاقوا في حاجات تانية ممكن تعملوها، وصدقوني هتصب برضو في الرسم في النهايه، هتصب في الفن. انت لما تروح تشوف فيلم وتتفرج على الكادرات وتشوف القصه وتشوف الحبكه الدراميه والمخرج اتعامل مع الموضوع ازاي، طب ما ده هيفيدك فنيا. ما انت كفنان انت مخرج. لما تروح رحله وتتفرج على مناظر مختلفه وتصور وتعمل كادرات وبتاع، ما ده هيفيدك. انت لو ما عندكش ارت بلوك ما انت مش هتعمل كل ده، تقعد مطحون وتعيد وتزيد في اللي انت بتعمله وخلاص. طيب هخلص الاسئله اللي هنا واشوفكم بقى. معلش يعني عايزين لايف بقى. ماشي يا نور، ادينا عملنا لايف. ان شاء الله اللقاء ده هيبقى ثابت على طول في اخر 3 من كل شهر باذن الله، يعني لو ربنا ادانا عمر نبقى بنتقابل دايما نفضفض كده مع بعض. ايه تاني؟ هل الارتياح في استخدام خامات الرسم عن اخرى تعبر عن شخصية الرسام واتقانه في استخدام ادوات عن غيرها وتظهر في شغله ايضا؟ ده سؤال جميل يا جميل يا شهيرة. امتى حدد ان انا اشتغل بخامة معينة؟ دلوقتي يا جماعة انتوا دخلتوا ايه؟
دخلتوا كلية الشرطة مثلا، ومفروض كلية الشرطة وانتوا طلبة فيها انتوا كلكم شبه بعض، بتعملوا نفس الحاجة، بتلبسوا نفس اللبس، بتصحوا في نفس الميعاد، بتاكلوا نفس الأكل، خلاص؟ فملتزمين بمجموعة قوانين محددة، ما ينفعش تصحى في ميعاد مختلف مثلا، انت لوحدك كده لازم تلتزم. طب خلاص بتتخرج من كلية الشرطة، بعد كده هتلاقي فيه بقى تخصصات بقى، مباحث وأمن عام ومش عارف ايه وحاجات حوارات كتير قوي. ساعتها بقى انت اللي بتختار، ما ينفعش تفضل كده شبه الناس كلها. فاللي بيحصل ان احنا في ال 12 مستوى بتوع الورش، يا ريت ما تحبش خانه عن التاني، ما تفضلش، ما تقولش مثلا لا ده انا هاخد الباستل واسيب الاكريليك، ده انا هاخد الاكواريل واسيب الزيت. انت لا، انت في يعني انت لازم تاخد فكره عن كل الخامات الاول قبل ما تقرر، لان انت اختيارك ده في النهايه لو اخترت الاكواريل بس وانت ما جربتش الزيت خالص، انت كده ظلمت نفسك. طب ما انت ممكن تبقى اشطر واحد في الزيت وانت مش عارف، فاهمين؟ يعني انت لو ما جربتش الزيت مش هتكتشف ان انت موهوب في الزيت غير لما تجرب. فنصيحة يا شهيرة، لو احنا في مرحلة تعليمية لسه، ولو في حاجات انا لسه ما جربتهاش، يعني هو المفروض اصلا الفنان نفسه يبقى عنده وسواس كده ان هو في حاجة ما جربهاش. عارفين الطالب كده اللي بيبقى حاسس دايما ان في حاجة هو لسه ما عملهاش؟ يعني انا عاوزكم تبقوا كده، ده تبقى عندك خوف دايما ان انت لا يفوتك حاجة من الحاجات، يفوتك خامة من الخامات انت ما جربتهاش. ولما نجرب كله، احنا كده كده ما بنقعدش في الخامة اكتر من شهرين، لما نخلص كل ده ساعتها تبقى الرؤية وضحت بقى. تعرف تقارن، تعرف تقول يا طب انا ما استريحتش في الاكواريل، ما طلعتش منه شغل كويس، وده مش شبهي خلاص، فانا مش هشتغله تاني. انما الزيت لا، ده انا لقيت نفسي في الزيت. واعمل جدول كده، اكتب فيه ال 12 مستوى واكتب فيه ال 50 خامة اللي احنا درسناهم، وادي لنفسك درجات من 100. يعني انا الاكواريل عملت شغل كويس فيه بشهادة الناس وتقييم الدكاترة والأساتذة ومش عارف ايه، يبقى انا في الاكواريل هاخد 50%، انا في الزيت هاخد 70%، واقعد شوف المتوسطات في الاخر وشوف نفسك متمكن اكتر في ايه. طب ده هيفيدك في ايه بقى؟ هيفيدكم لو انتوا هتقدموا في معرض بعد ما تخلصوا مثلا، او هتعمل معرض شخصي، ان اكتر خامة جبت فيها درجة، او اكتر موضوع مثلا انت شاطر في البورتريه، وشاطر في البورتريه الزيت بالذات يعني مثلا، هتقول خلاص لا ده انا هعمل معرض بورتريه زيت بس كده، تبتدي تركز عليه فتره معينه وتعمل المعرض بتاعه. فالتركيز مهم، بس التركيز لازم يجي بعد التشتيت، لازم اشتت نفسي واجرب كل الخامات اللي في الدنيا لحد ما اوصل لمرحله التركيز. والثمره ما بتبانش، ثمره شغلك ومجهودك وتعبك ما بتبانش غير في مرحله التركيز. يعني للاسف احنا كمدرسين، عشان احنا طول الوقت في مرحله التشتيت، تلاقوني كل شويه مره اشتغل باستل، وبعدها باسبوعين اشتغل زيت، وبعدها مش عارف ايه اشتغل، وابقى معاكم شغال زيت، وفي اعدادي فنون في الكليه بشتغل رصاص، ومع القسم الحر بشتغل باستل. التشتيت اللي حاصل ده مش مخليني اركز لا في خامه ولا في موضوع ولا في تجربه ذاتيه خاصه بيا، اقعد كده اقفل على نفسي شهرين ثلاثه اشتغل فيها، فمفيش الحته بتاعه التركيز دي مش موجوده. فتلاقوني ما اقدرش اعمل معرض، يعني حتى لو هعمل معرض هتلاقوه بعمل معرض بالشغل اللي انا بعمله في الورش مش اكتر من كده. لان فكره معرض وفكره تجربه ده محتاج فعلا تفرغ وتركيز عشان اطلع حاجه محترمه. خلاص نشوف بقيه الاسئله. لو الواحد بيحب يستخدم باليتا لونيه معينه، ده بيعبر عن حاجه معينه ولا ده حسب المود ولا ايه؟ بصي، باليتات الالوان دي قصه كبيره جدا. طبعا احنا بناخد رصه الباليتا التقليديه الاكاديميه في الورش بتاعتنا، اللي هو الرصه العاديه اللي احنا بنعملها دايما دي. بس اللي بيحصل ايه بقى؟ ان احنا لو غيرنا في الرصة دي هيطلع شغل مختلف. ولو انت مثلا في لون ما بتحبهوش وشلتيه من الباليتا خالص، اكيد هيطلع شغل مختلف. بس ده برضو مش مطلوب دلوقتي، مطلوب لما تشتغلي بالباليتا الاكاديمية وتخلصي الورش خالص وتشتغلي بمزاجك بقى، ساعتها تبقي تختاري الباليتا اللي انت حابة. في باليتات باردة بس، وفي باليتات سخنة بس، في باليتات مونوكروم، في باليتات مش مونوكروم. يعني موضوع الباليتا ده راجع شويه للتفضيلات الشخصيه، وراجع كمان للموضوع اللي انت بتشتغلي عليه. لازم ابقى رابط الالوان، لو بعمل تصميم مثلا معين او بعمل فكره معينه، لازم ابقى عامل خطه للون، خطه لونيه للي هيحصل. ايه الالوان اللي انا هستخدمها؟ هل هيبقى فيها كونتراست ولا فيها انسجام؟ لازم ابقى عارف كل ده ومرتب له قبل ما اشتغل. واحيانا في الوان بتطلع بشكل تلقائي، وانا شغال كده بلاقي في باليتا
في لون خلص ومكسل احطه على البلتة فبكسل فبيطلع حاجة مختلفة. احيانا كانوا بيقولوا مثلا في بيكاسو في المرحلة الزرقاء والمرحلة الوردية ان المرحلة الزرقاء دي كان اللون الازرق متوفر ساعتها بشدة وكان رخيص وكان كل الفنانين يقدروا يحصلوا عليه، فعشان كده كل اللوحات في الفترة دي كانت زرقاء. يعني ده رأيي يعني من الآراء. فأحيانا الطفرات اللي بتحصل بتخليك تطلع بسكة جديدة وستايل مختلف. تمام. نوران ما ينفعش يبقى متأخر شوية. هو يا نوران متسجل إن شاء الله، هنسيبه متسجل فممكن تسمعه. إيه ده، الأسئلة خلصت هنا؟ طيب كويس، استنى بقى نشوف الأسئلة اللي موجودة على الشات. خليكم معايا. معرض مربع، هو معرض مربع انا كنت شغاله كده، هو خلص في شهرين تقريبا، فبرضه كان في سن التركيز وكان في وسط الورش بس كان في شويه تركيز. ثانيه واحده. انا قعدت سنتين مش برسم، بس اتعلمت في السنتين دي تقريبا 4 مواهب تانية في الارت بلوك. شيء دايما في الارت بلوك شيء دايما سيء. يعني هو الارت بلوك سيء ولا حلو يا امل؟ مش فاهم، انت بتقولي عملتي 4 مواهب تانية في سنتين فكويس. مساء الفل يا استاذ طارق، طارق باشا منورنا، فنان كبير. ايه تاني؟ ميسا، ايوه يا استاذه ميسا منورانا. المفروض الفنان بعد مرحله معينه يرفض الشغل التجاري او الشغل اللي بيكون طالب اللوحه عايز فكره معينه. طبعا طبعا، انا كنت بعمل شغل تجاري لحد سن ال30 وقررت بعد كده ان انا اوقف. وفي ناس كتير يعني فنانين كتير جدا. فياريت الشغل التجاري ان هو بيأثر على شغلك الفني مع الوقت غصب عنك كده، من غير ما تحسي هتلاقيه أثر بشكل سلبي على الشغل الفني بتاعك. وحشني جدا يا طارق باشا. نهلة بتقول لما الخامات بتاعته تخلص. تمام ماشي نهلة، ممكن نرسم بالرمل والملح والزيت والسكر. ماشي. لقى نفسه معقول في اكتر من خامة صح ولا لازم يبقى لقى نفسه في خامة معينة؟ هو مش لازم الفنان يلاقي نفسه. انت عاوزة تلاقي نفسك ليه يا حنان؟ مش لازم نلاقي نفسنا. الفنان اجمل حاجة في الفن ان هو مش ممسوك، يعني مش زي العلم كده 1+1=2. الجميل في الفن ان احنا دايما بنكتشف، ودايما كل ما بنجرب كل ما بنلاقي حاجة جديدة. فالفن دايما متجدد، عشان كده سموها فن مش علم. وكمان عشان الفنون القتالية كمان سموها فنون قتالية مش علوم قتالية، ان هو برضو فيها مجال شوية للابتكار والابداع. فجمال الفن في الحتة دي. فلا، يفضل نجرب كتير وما نقفلش الباب على حاجة واحدة، الا لو انا عندي هدف، عندي معرض بقدم له فلازم اركز، عندي مسابقة، عندي لوحة مش عارف رايحة فين، ساعتها التركيز مهم. ايه تاني؟ ازاي الباليتا ترتيبها بيفرق في الرسم؟ بيفرق طبعا، لان انا لما ارص الاصفر جنب الاحمر وبعده الازرق غير لما ارص الاصفر جنب الازرق. الالوان هتدخل في بعض بشكل مختلف، وانت كمان ايديك هتبقى متعوده على طريقه معينه، لو لخبطتيها هتلاقي نفسك بتادي اداء مختلف في اللوحه. زي صوابع البيانو كده، لو حد متعود يعزف برصه معينه لو احنا لخبطنا الزراير هتلاقي طلع حاجة تانية خالص. هل ممكن الشخص يبقى فنان متميز لو هو مش متفرغ تماما للرسم وبيعمل حاجات تانية كتير؟ لا يعني مش عارف، بس حسب كل واحد. بس طبعا اللي بيعمل حاجات كتير مع الفن هيلاقي نفسه تركيزه مشتت كده. الفن مش بيحب شريك للأسف، عشان كده هتلاقوا معظم الفنانين المشاهير في كل المجالات ما كانوا مثلا مش متجوزين او مطلقين او ما عندهمش عيال مثلا، يعني في حته كده في حياته ناقصه. انما لو عاوزه توازني وزني، يعني التوازن برضو حلو. في ناس بتعتبر ان التوازن ده هو النجاح، ان انا اقدر اهتم بعيلتي كويس واهتم بشغلي واهتم بفني واعمل كل حاجه كده وقت ما احب، مش لازم ابقى شاطر قوي في حاجه واحده. وجود ازاي نستوحي فكره لوحه بعيدا عن الرسم الاكاديمي؟ ولو في فكرة عاوز اعملها اشتغل عليها بافكار كتير وسكتشات، ولا ابدأ اول ما احس برغبة تنفيذها على طول؟ طيب بص يا عهود،
ان شاء الله ده هيبقى في محاضره بتتكلم عليه، بس باختصار كده في الجزئيه بتاعت الافكار في نمطين من الفنانين. اول نمط اللي هو بيجيب الفكره الاول ويقعد يحسبها ويفكر فيها وبعدين يشتغل عليها وبيبقى تقريبا متخيل هو هيعمل ايه، بيبقى بيحسبها كده بالورقه والقلم. في فنان تاني بيحط اللوحه قدامه ويقعد يرمي الالوان ويشخبط ويشوف بعد كده ايه اللي هيحصل. فالفنان الاولاني بدا بحاجه قصديه، بدا بحاجه مقصوده، بس هو بيشتغل ابتدى بقى يشتغل باداء عفوي شويه عشان لمسته البشريه دي تبان في الاداء. الفنان التاني بدا بالعفويه والعشوائيه وبعدين ابتدى ينظمها ويخرج منها حاجه مختلفه. فالاتنين موجودين، وفي فنانين من كتر تمكنهم في الحته دي ان هو يظبط الفكره ويجيب عناصر ويركبها مع بعض بقى شغله برضو وصل لمرحله ان هو خلاص ده بيعرف يعمل كل حاجه وبتاعه، والموضوع بقى مستهلك قوي. يعني في فنانين بيبنوا لوحات بالورقه والقلم كده، حط العصفوره هنا والشجره ومش عارف ايه وتطلع لوحه كويسه جدا، بس خلاص هو يعني نسبه العفويه فيها بتبقى ضعيفه شويه. ينفع اخد الورشه في خامه اكواريل مثلا وبعدين اخد وقت معاها اركز فيها بس فيها هي بس، ولا لازم ادخل اللي بعدها؟ انا بفضل ان يبقى في اتصال، لان مش هنعرف اكواريل كويس غير لما نشتغل جواش كويس، مش هنعرف اكريليك كويس غير لما يبقى في قبليه اكواريل كويس. ففكره ان هما لازقين في بعض مهمه، لان هي بتخليك تقارني وتبتدي تعرفي ان مفتاح الخامه دي غير الخامه اللي قبلها غير اللي بعدها. فكره التركيز بقى كده كده هتيجي، يعني كل المعلومات اللي انت اخدتيها عن الاكواريل اتخزنت خلاص، والداتا كلها بتاعت الاكواريل موجوده معاكي خلاص. مفاتيح الخامه وازاي تستخدميها بنسبه الميه والورق والشد، كل المعلومات دي بقت بديهيات بالنسبه لك. فمتهيالي انت مش محتاجه حاجه تانية في الاكواريل غير الممارسه. فالممارسه دي ممكن تبقى بعد ما تخلصي الورش، يبقى عندك وقت فاضي بقى تبتدي تركزي. وساعتها هتبقي قادره بقى تختاري الخامه فعلا اللي انت بتحبيها وتطلعي بيها شغل كويس. طيب نشوف بعد كده. تمكن الشخص من الخامه لازم يظهر من اول او تاني تعامل، ولا ممكن قفلتنا من الخامه في الاول تروح مع الوقت؟ طيب يا حنان بصي، في قانون بيحكم ده في اي حاجه في الدنيا، يعني في نظريه كده بتقول ان انت عشان تحكمي على الشيء بشكل صحيح لازم تجربيه على الاقل 100 مره. يعني انا عاوزك دلوقتي تعملي تحدي مثلا كده مع نفسك، تحدي في يعني مش ما تنفذيهوش، لا تحدي في دماغك، هتقولي لنفسك انا هرسم 100 لوحه اكواريل، فاهمه؟ يعني قولي لنفسك كده هرسم 100 لوحه اكواريل. تخيلي بعد ال 100 لوحه ما ترسمي 100 لوحه اكواريل هيحصل ايه؟ ده انا لو جبت حد من الشارع وقلت له ارسم 100 لوحه اكواريل، ده هيبقى فنان اكواريل جامد جدا. فما بالك انت بقى وانت فنانه وشاطره وشايفه وبتعرفي ترسمي والكلام ده. فبرضه حكمنا على الحاجات كده من اول او تاني مره مش صح. بس لو رسمتي 100 لوحه اكواريل وبعدين قلتي لي لا انا ما بقتش احب الاكواريل، انا هصدقك اكيد. يعني ازاي بعد 100 مره ما حبيتيهاش؟ فاهمه؟ زي اللي علاقتنا مع الاشخاص مع الناس كده، لو قابلت واحد لاول مره ممكن ما بقاش طايقه. يعني وده احيانا بيحصل كتير على فكره، يعني افتكروا كده ناس كتير قابلتهم لاول مره في حياتكم وما كنتوش طايقينهم ولا طايقين تبصوا في وشهم، هم اصحابكم دلوقتي واعز ناس بالنسبه لكم. حصلت كتير جدا. فالحكم على الحاجات من اول وتاني وتالت مره مش صح. يعني فكره الانطباع الاول يدوم دي مش مقتنع بيها بصراحه، ما بحبهاش، مش بيدوم ولا حاجه، بالعكس. ايه تاني؟ هل تعلم الرسم الاكاديمي يمنع الفنان انه يرسم في كتب الاطفال على اساس انه تفصيلي اكتر؟ لا خالص. هو الفنان المفروض يبقى عنده كنترول، يقدر يتحكم في نفسه، يعرف يعمل رسوم متحركه، يعرف يرسم اكاديمي، يعرف يعمل افكار ويشتغل بشكل تجريبي، فكله متاح. الفنانين بيعملوا كل ده. حسين بيكار كان بيرسم رسوم اطفال وكان بيرسم كاريكاتير وكان بيرسم الوان زيت وكان بيرسم باستل، وكان يعرف يتنقل، يعني يعمل كنترول كده ويفصل ويشتغل في حاجه تانية. أشجان خايفة تمسك الفرشة، بقول إن لازم أراجع على المبادئ الأول عشان أظبط النسب. طيب ده غلط، يعني جربي ترسمي بالفرشة هتلاقي نفسك
الموضوع اسهل بكتير من القلم الرصاص، والدنيا بتظبط معاكي واحده واحده. واهم من ده كله ان احنا نشوف الشغل ونعدل عليه عشان انت نفسك تعرفي الاخطاء فين وتظبطيه. موضوع تظبيط النسب ده بالسكتشات، مفيش اسهل من السكتشات، قلم جاف او ماركر كده طول الوقت وشويه ورق رخيص، واقعد اشتغل سكتشات كتير جنب الالوان، هتلاقي كله بيتظبط مع بعضه. انت ليش ازاي الشخص يهتم بالمتلقي ويحاول يوصل فنه، وفي نفس الوقت المفروض ما يهتمش قوي بالموضوع ده وما يسعاش للشهرة قد ما يسعى للفن؟ تمام يا شيماء. بصي بقى، واحنا مش بنسعى لرضا الجمهور في الاساس، يعني ده مش الهدف خالص من الفن، بس اللي بيحصل كالتالي بالترتيب كده عشان تبقى عارفه اللي بيحصل. ان انت بتعملي حاجه انت بتحبيها، وبعدين الحاجه اللي انت بتحبيها دي بتوريها للناس، فطبيعي في ناس هيعجبهم الشغل وفي ناس مش هيعجبهم، وممكن كل الناس ما يعجبهمش الشغل. طيب ده هيفرق معاكي في ايه بقى؟ المفروض ما يفرقش في حاجه، تفضلي مستمره طالما انت بتحبي اللي انت بتعمليه، مقتنعه بيه واثقه في نفسك، والناس الخبراء في الموضوع بيقولوا لك انت ماشيه في الطريق وماشيه كويس، بس استمري وكملي. هنكمل شويه بشويه، هتلاقي ان في شريحه من الناس اللي كانوا رافضينك ابتدوا يتقبلوكي. بعد شويه الشريحه دي هتكبر، وهتلاقي القاعده اللي بتحب شغلك كبرت. وده حصل مع فنانين كتير جدا زي بيكاسو مثلا، الناس كلهم اللي بداوا يكسروا القاعده او يعملوا حاجه غير مالوفه للناس اتهاجموا في اوائل حياتهم بشكل كبير. عبد الحليم اول ما ابتدى يغني، اللي كان سائد في الوقت ده ام كلثوم والاغاني الطويله والقصائد ومش عارف ايه، عبد الحليم دخل بقى باغاني خفيفه ومش عارف عامله ازاي، فالناس حدفوه بالطماطم وهجموه والنقاد هجموه. بس ايه اللي حصل مع الوقت؟ الدايره بتاعت الجماهيريه ابتدت توسع وتكبر، لان هم ابتدوا يتعودوا ويألفوا اللي هو بيحصل ده، فبداوا يحبوه مع الوقت خلاص. وبالعكس بداوا يبعدوا شويه عن الحاجات القديمه اللي كانوا متعودين عليها، وبداوا يبصوا لها بنظره مختلفه لما لقوا حاجه جديده تانية بتتقدم. فده اللي انا قصدي عليه بقى، ان انت تشتغلي طالما انت مقتنعه، وطالما المتخصصين بيقولوا لك ان انت ماشيه صح، ومالكيش دعوه براي الجمهور السلبي دلوقتي، الا لو حد ناقد فاهم بيقول لك، يعني بيوجهك او كده، مش بيقلل منك او بيبقى بيعمل نقد هدام. بس مع الوقت هتلاقي الجمهور معاكي طالما انت صادقه في اللي انت بتقدمي. بالعكس، انت لو نافقتي وعملتي حاجه عشان ترضيهم هيكرهوكي. بس الاهتمام بالمتلقي في ان احنا بس نعتبره عنصر مهم في المعادله بتاعه الفن، ان لا لازم المتلقي ده احس احيانا بالرفض منه او احس بالاعجاب منه، يعني يبقى فيه هو ليه دور برضه حتى لو فضل رافض طول الوقت. مقتنع ان الفن حريه، مش عارفه اقول ازاي، بس بنتقيد في الاول عشان نتحرر بعد كده ومش ملزمين بحاجه معينه. بالظبط، يعني انا بعتبر الورش كلها اللي احنا بنهري فيها دي مجرد معلومات عامه بتخلينا نتامل خلق ربنا، نتامل الشجر والالوان والوشوش والتشريح والنسب، نسب الخلق نفسها بتاعت ربنا. كل ده مهم ان احنا نعرفه. يعني انا مش، على فكره الموضوع ده مش للفنانين بس، يعني انا يا ريت نفسي حد يبقى بيحضر معانا بس كده وما بيرسمش، يبقى جاي عاوز يعرف المعلومات دي عشان بس يبقى ماشي في الشارع وبيتامل خلق ربنا. يعني احنا في ميزه مهمه قوي عندنا يا جماعه مش موجوده عند معظم الناس للاسف، في عباده اسمها عباده التفكر، ان انا ابص لخلق ربنا واتفكر فيه ويعجبني شكل السماء والسحب والالوان والشجر والناس والحاجات دي كلها، لان ربنا يعني ما ربنا خلق ده ليه؟ خلق ده عشان احنا نشوفه ونحبه ونتامله. لو تأملتوا حال الناس العاديين ولا بينتبهوا لده كله، يبقى واحد مروح من شغله وراكب الاوتوبيس ولا العربيه مش في دماغه السماء ملونه ولا مش ملونه، هيفرق معاه في ايه؟ ورايح الشغل يجيب فلوس ومروح وخلاص. فبالتالي احنا عندنا ميزه الحمد لله، يعني ربنا اختصنا بيها، ان احنا طرقنا باب مش كل الناس بتطرقه. يعني فكره ان احنا نتكلم في الالوان ونسبها وازاي ربنا خلق الالوان وازاي احنا بنشوفها ونعرف تكوين الالوان ونعرف ازاي النسب اتركبت والتشريح والمنظور، كل دي يا جماعه جماليات محدش تاني بيحسها. ده احنا بنشوف الجمال في الزباله والحاجات اللي مرميه في الشارع بشكل عشوائي، فالموضوع عندنا مختلف. الفن حريه طبعا، بس الحريه بتيجي دايما بعد
ما بنعرف الحاجات الأساسية اللي احنا مفروض بنتعلمها دلوقتي. يعني في الفنون القتالية كان حد مرة بيحكي بيقول ان هما زي يعني الفنون القتالية شبهنا بالظبط على فكرة، بيدرسوا مدارس كده واساليب معينة بيقعدوا يحفظوها صم، كلهم بيبقوا شبه بعض في النهاية. بعد ما بنخلص الاساليب كلها وبنحفظها صم، المدرب بيعمل ايه بقى؟ المدرب بيقول لهم انسوا كل اللي انتوا اتعلمتوه ده خلاص، انسوا بقى عشان يبقى لكل واحد منكم شخصية، يظهر بقى اسلوبه الخاص، يبقى انت اللي عملت الاسلوب مش حافظ اسلوب عمال بتأديه زي البغبغان وخلاص. فده مهم التأمل. كويس ولا شاطرة والله، يعني يا ريت نأثر على الناس كده بشكل ايجابي، نخليهم يتأملوا شوية ويتريقوا. طبيعة الورش سريعة وطبيعة ظروفي الشخصية صعبة جدا، وبين المشكلتين حاسة اني مش قادرة انفصل عن تسلسل الورش ومتابعتها. طيب بصي يا هالة، مش اهم حاجة تبقي موجودة حتى لو مش هتشتغل، يبقى انت حضرتي وسمعتي وشفتي الحاجات اللي اتعملت، حتى لو هترسمي بقدر قليل، بس مهم تحافظي على التواصل ده. خلاص، وكده كده انتوا معاكوا بعد ما تخلصوا ال 12 مستوى عيشي حياتك بقى، امسكي كل خامة كده وعودي راجعي على المعلومات اللي اتعملت اتقالت، وعودي عيدي وزيدي في الحاجة اللي احنا قلناها تاني. وبعدين القناة هتلاقيها على التليجرام موجودة وفيها كل الداتا، ممكن اي وقت نرجع لها ونشوف الموضوع. ياسمين، المفروض بعد ما نخلص الورش هل كده كافي اننا نطلع شغل متميز لينا بعد كده؟ طبعا كافي، وانا قلت لكم ان انتوا شغلكم في الورش حاليا شغل متميز، يعني ممكن يتاخد منه اعمال فعلا ويتعمل بيها معرض كويس. فلا مش هنستنى كمان لبعد الورش، بالعكس انتوا بتعملوا شغل كويس من دلوقتي. ربنا يكرمك يا عالية. بحس ان الواحد كل ما مستواه بيتقدم، كل ما بيجي عمل جديد بقى فيه خوف، بقيت احس ان التحدي بيكون اكبر، ازاي اتغلب على الخوف؟ طيب هي دي بصي حاجة كويسة ووحشة في نفس الوقت، يعني كل ما مستواك بيتقدم وخبرتك البصرية بتزيد، المسؤولية بتبقى اكبر عليك ان انت لازم تقدمي حاجة كويسة. ودي حاجة على فكرة مخلياني برضو يعني بفكر كتير قوي قبل ما افكر فكرة ان انا اعمل معرض او اشارك في معرض. انا مش بشارك الحمد لله في اي معارض جماعية خالص، ولا بقدم في مسابقات، ولا بعمل اي حاجة من الحاجات دي بسبب اللي انت بتقوليه ده، رن، لان المسؤولية كبيرة قوي. تخيل انا ابقى في لجنة تحكيم مثلا ودكتور في الجامعة واشارك في معرض بشغل ضعيف، او ادخل مسابقة واترفض، يعني فاهمة؟ يعني مش فكرة كبر خالص ولا كده، بس فكرة ان انت فعلا تبقى وصلت لمرحلة ما ينفعش تقدمي حاجة ضعيفة، فدي في حد ذاتها مسؤولية، وده هيخليك تشتغلي أكتر على نفسك عشان تبقي قد المسؤولية دي. بس تتغلبي على الخوف إن أنت فعلا تبقي مستعدة لأي فرصة تجيلك، يعني تستغلي الوقت الفاضي ده اللي ما بيجيش فيه فرص، إن أنت تفضلي تذاكري وتتعلمي وتتفرجي كتير وتثقفي نفسك بصريا، عشان لما يجيلك فرصة لحاجة هتقدمي فيها تبقى انت ساعتها واثقة من نفسك ومش خايفة. جميل يا ياسمين والله، التأمل ده حاجة عظيمة، يا ريت نتأمل. الحمد لله. الرسم للأطفال والكرتون، نوها بتقول أكتر فن محتاج لدراسة أكاديمية لأنه معتمد على الخيال، فلازم الشخص يكون محترف عشان يقدر ينفذ الفكرة اللي في خياله على الورق. بالظبط كده، رسم الكرتون محتاج خيال، محتاج دراسة أكاديمية كويسة عشان نوصل لحلول مختلفة، حتى في الفجر اللي هيترسم ابقى فاهم التحوير وتحويل الشكل وتلخيصه وكده بشكل تاني مختلف. يعني احنا دايما بنقلد عشان نبدع، لازم قبل الإبداع لازم يبقى فيه تقليد عشان افهم خلق ربنا الأول، وبعدين ابتدي يبقى ليه اسلوبي الخاص او كده. خايفة انسى اللي اتعلمته بعد ما نخلص الورش، يا ريت تنسيه يا ايمان والله، يعني يا ريت ننساه عشان زي ما قلت لكم بقى نبقى مختلفين. المهم عرفناها خلاص، هو الحاجات اللي بتتخزن في عقلنا الباطن ما بتروحش، حتى لو انت نسيتيها على فكره هتفضل موجوده وهتفضل مأثره عليك. الحمد لله يا رحاب. ازاي اقدر اشترك في معارض ومسابقات يا دكتور؟ والله انا بشير كل حاجه، لو لقيت مسابقه كويسه هتلاقوني شيرتها على الاكونت عندي، فممكن نتابع كده هتلاقوني بشيرها ان شاء الله.
انما بلاش تشاركوا في معارض السبوبة اللي بتاعت ال 300 جنيه و 600 جنيه وكده، الحاجات دي وحشة. انا كنت من الناس اللي بتيجي الورش سلمى بتقول مش بترسم بس، لما بدأت ارسم لوحدي كل حاجة شفتها وسمعتها في الورش كانت قدامي من اول شغل حضرتك لحد لمسات كل زمايلي وقتها. عشان كده موضوع انك تشوف بس مش وحش قوي برضو لو ما كانش عندك خيار غير ده يعني. جميل، ده رأي كويس جدا يا سلمى، برافو. يعني حتى لو مش هتشتغل وتأدي كفاية انك تشوف كده تبقى عايش في الوسط بتاعنا وشايف الحاجة اللي بتتعمل كويس. يا ريت والله يا ريت. انا شخصيا لو بحضر كورس على فكرة او اي حاجة هتلاقوني بتفرج بس، مش هبقى بشتغل، انا كسول جدا اصلا. امتى نقول ان السكتشات تدريب يومي وامتى تكون بتفك الايد وغلط؟ زي ما مش كسول، انا مزاجي. يعني في فرق بين الشخص الكسول والشخص المزاجي. بتفك الايد وغلط زي ما حضرتك كنت بتقولين احيانا مع الشغل في اللوحات. مطلوب مننا نعمل سكتشات كتير، يعني لازم كل يوم على الاقل او كل يومين نعمل سكتشات عشان ايدينا ما توقفش، بس مش لوحات. عاوز تعمل لوحات اعمل كل شهر لوحة، كل شهرين، كل سنة لوحة، مش فارقة. المهم يا جماعة السكتشات تفضل مستمرة، لان دي اللي هتضمن ان ايديك تفضل شغالة وعينيك بتتطور. انا بس ببقى مشفق على الناس اللي بيعملوا لوحات كل يوم كتير، يعني كتير تركيز اوفر زيادة عن اللزوم بيعمل مشاكل نفسية وعصبية كتير. دكتور بعد رمضان عايزين نطلع رحلة فنية لكل مجموعات الورش. يا ريت والله الدنيا بس تتفتح ونطلعكم رحلة حلوة. احنا رحنا مع القسم الحر قبل كده اسكندرية وبورسعيد وحتت حلوة كتير. ايه اللي بيحدد ان العروض اشتراك المعارض والمسابقات دي مناسبة ولا لا؟ بصي، في انواع معارض كتير قوي. في معارض تبع قطاع الفنون التشكيليه زي صالون الشباب والمعرض العام ومعرض الطلائع بتاع جمعيه المحب الفنون الجميله والبنالي ومعرض القطع الصغيره. في معارض كده معينه بتنزل تبع الدوله انت بتشاركي فيها، بتدخلي لجنه تحكيم وشغلك يا يتقبل يا ما يتقبلش. دي الحاجات اللي ينفع تقدموا فيها وكويسه ومضمونه. في معارض تانية اللي هي الملتقيات، بقى لك ملتقى مش عارف الأستاذ الفلاني، ملتقى الدكتور مش عارف ايه، وعيد الربيع والحاجات اللي هي السبوبة دي، لا بلاش، لأن هما بياخدوا منك فلوس وبيعرضوا لك أي شغل وخلاص، مفيش لجنة تحكيم ولا أي بتاع. ازاي ننظم معرض لبيع اللوحات؟ ازاي بنعزم الناس اللي ينفع تشتري؟ لا مش انت اللي بتعزمي الناس اللي ينفع تشتري، ما تعرفيهم ازاي؟ المفروض ان قاعة العرض دي شغلتها. في قاعات عرض بتتعاقد مع فنانين ان هو ما يعرضش غير عندهم بس، لان قاعات العرض دي بيبقى ليها زباين بتيجي وقت الافتتاح وتتفرج وتشتري. فالموضوع ده، موضوع البيع اللوحات ده بالذات، محتاج شويه علاقات. بقى الشاطر قوي في العلاقات وعارف ينظم وقته وعامل لنفسه اسلوب اداره كويس وعارف فعلا يروح لقاعات العرض اللي بتقدر شغله وفعلا ممكن تجيب له حد يشتري اللوحات، ساعتها ممكن فعلا يبيع باسعار كويسه جدا. بس ده محتاج خبره شويه ومحتاج علاقات ومحتاج لف كتير، زائد ان الجنب ده تبقي بتشتغلي على تجربتك. لان الفنان يا جماعه، الفنان ما بيعرفش يسوق كويس، هو مش شاطر في التسويق ولا الاداره، فلازم يبقى في حد تاني بيعمل له الحاجات دي. فالفنانين اللي بيبيعوا بالاسعار الخرافيه اللي احنا بنشوفها، في فنانين في مصر بيبيعوا بمليون واتنين مليون وحاجات كده، مش بيبيعوا بالاسعار دي من نفسهم، لا لا، ده في قاعة عرض وفي ناس، في سبونسر ماسكه بيسوق له شغله وبياخد نسبة كبيرة كمان من السعر اللي بيتباع بيه اللوحة ده. انما البيع اللي هو اللي احنا بنعمله الحلمنتيشي ده عادي، ممكن من على الفيسبوك مثلا يبقى صفحتك مثلا الناس بتشوف الشغل عليها بتعرضيه وبتاع، فبتعرفي تبيعي كويس. بس افرض الواحد ما عندوش علاقات كتير مش هيبيع. العلاقات مهمة في الجزئية اللي فاتت، انما التسويق مهم في جزئيات تانية، انك تعملي تسويق حتى على وسائل التواصل في نطاق الدايرة بتاعتك. المهم تعودوا ما تهدوش شغلكم لحد، ما تخلوش شغلكم مباح كده لأي حد وخلاص، كل ما ترسموا حاجة تدوها للناس، ده هيخلي شغلكم مرطرط في السوق فمحدش هيشتري. في فنانين كتير بيشتكوا ان هما مش بيبيعوا لوحاتهم. ليه بقى؟ لان هو عنده لوحات كتير قوي وكل شوية يعمل معرض بنفس اللوحات، والناس خلاص الناس زهدت شغله، الناس زهقت من شغله، فهيشتري ليه؟ لازم بقى فيه شوية تشويق كده، شوية
شوية ايه تعطيش، يعطش السوق عشان لما ينزل بشغل جديد الناس تشتري، مش عمال على بطال عمال يعرض شغل وما بيبيعش حاجة. وهي ارزاق في الاخر والله، وربنا بيكرم لو احنا نيتنا صافية بس. في اسئلة تانية ولا ايه بيحصل؟ ازاي نقدر نقرأ العمل الفني؟ طيب قراية العمل الفني ممكن نلخصها برضه، هنتكلم فيها ان شاء الله في التفكير الابداعي بشكل مفصل، بس باختصار كده. اول حاجة بنعملها نوصف العمل الفني، مرحلة التوصيف. تاني حاجة مرحلة النقد، يعني لو قريته كده اي ناقد يعني في حاجات احيانا بنشيرها كده بتلاقي في ناقد بيتكلم على لوحة الفنان او ناقد بيتكلم على فنان. الناقد بيعمل ايه بقى؟ هتلاقيه اول قطعة كده في المقال اللي هو كاتبه بيوصف، تاني حاجة بيشتم تحت او بينتقد يعني تحت. الجزء الاولاني الوصف ده هتلاقيه بيقول اه الفنان الفلاني اللي عمل كذا واتخرج من كذا وبقى مش عارف عنده كام سنة عامل لوحة مساحتها كذا في كذا، اللوحة دي منفذة بخامة الكولاج، فيها ألوان مش عارف إيه، وفيها وصف للطبيعة، عمال يوصف اللوحة بس، هو مش بيقول رأيه خالص، هو بيوصف اللي هو شايفه، بيوصف الفنان، بيوصف اللوحة، بيوصف التكوين، تصميم الكادر، بيوصف الألوان، بيوصف الخامات، كل ده بيتوصف. طيب أنا وصفت اللوحة دلوقتي، أنا قدامي شخص كده عمال أوصفه من راسه لرجله. بعد ما وصفته اكيد انا خلاص كونت رؤية وشفته كويس جدا وهضمته كويس جدا، فهقدر انتقد بقى. اللون الازرق اللي انا وصفته في مساحة السماء اللي ورا في اللوحة هقدر اقول ان هو لون جيد جدا واتحط في مكان كويس وقدر يريح العين بتاعة المشاهد، وبعد كده هبتدي انتقد بقى. والنقد بينقسم لشقين، اول حاجة النقد الايجابي ببدأ بيه، وبعدين النقد السلبي. وانا كنت لسه مشير حاجة اول امبارح تقريبا للناقد عز الدين نجيب، كان مشاير لوحة من لوحات الفنان طه القرني وكان بينتقدها يعني. فممكن تقروا المقالة دي هتفهموا اللي انا بقوله بالظبط، هتلاقوه وصف وبعدين قال النقد الايجابي وبعدين قال النقد السلبي في الاخر. خلاص طيب ايه تاني؟ بشجع فكرة الرحلة الفنية، حاضر هنطلعكم رحلات ان شاء الله ونسيبكم هناك عشان نستريح. ازاي تبقى نيتنا صافية؟ لا دي حاجة بقى من عند ربنا. لو انا بطلت الورش ازاي ما انساش الرسم لحد ما ارجع تاني؟ سكتشات يا خلود، لازم سكتشات طول الوقت، مش لازم لوحات وفزلكة، يعني ممكن نعمل سكتشات بسيطة جدا. ان شاء الله اجيب بصلاية وارسمها كل يوم. دي حاجة وحشة ولا انا جاية فضفض يا نهلة؟ والله في حوار جانبي شغال يا جماعة، أنا معرفش هو بيدور حوالين إيه. ماشي، الساعة كام دلوقتي عشان إحنا طولنا قوي كده؟ حد يقول لنا الساعة عشان مش ظاهرة عندي. إحنا بقالنا ساعة تقريبا بالظبط. طيب إحنا ممكن كمان 10 دقايق كده ونقفل عشان ما تزهقوش وما يبقاش الموضوع تقيل عليكم بس. وإن شاء الله المرات الجاية نتكلم كتير، يعني هنتكلم كتير إن شاء الله. ثواني بقى نشوف بقية الأسئلة. احنا الجيل، ميسا بتقول حاجة، ربنا يكرمك شكرا جدا. احنا الجيل اللي كان بيكتب الدرس 5 مرات ده فعلا يا ميسا. منار فارس بتتابع من غير ما تعمل الواجب؟ مش مهم يا منار، ما انا قلت لكم 100 مرة مش مهم نشتغل لو احنا عندنا يعني ارت بلوك او كده زي ما بتقولوا، المهم نتابع ونتفرج بس على اللي بيحصل. وهتقدري ان شاء الله تتداركي، يعني مجرد ما تمسكي القلم وترجعي تشتغلي هتلاقي نفسك زي الفل، متقلقيش خالص. كنت اتمنى مراجعات في رمضان، هي المشكلة ان الشهور الهجرية مش هتظبط معانا، ف هنعملها ان شاء الله بس بعد الاكريليك. دكتور محسن عطية طبعا في النقد هايل، ليه كتب كتير جدا وعندي كذا كتاب ليه في المرسم هنا، لو ان شاء الله جيتوا المرسم ممكن تطلعوا عليهم. كلامه جميل جدا وبيتكلم كمان باسلوب ادبي حلو قوي، يعني مش بينتقد وخلاص، لا اسلوبه الادبي نفسه يعيشك كده في عالم تاني. وتابعوا صفحته، يا ريت يا دينا تبقى تجيب لنا صفحته من على الفيسبوك تشيرها لنا عشان الناس تشترك فيها. رسم لوحات كتير تمرين كويس؟ لا مش كويس، يعني رسم سكتشات كتير تمرين كويس، انما لوحات كتير بتستنزف الطاقه وبتدخلنا في حته التكلف،
ان انا خلاص ببقى شخص بقى فاهم بيعمل ايه، فعمال صنايع بيطلع انتاجه خلاص، يعني كأنه خط انتاج كده عمال يطلع حاجات، مش محتاج يعني محتاجين كل فترة نفصل من اللوحات شوية. مش بتشير شغلها عشان ملوش لازمة، هي اللي بتقول نهلة بتقول كده، ما اعرفش هي مين يا نهلة. انا بكسل جدا في الاسكتشات، يا ريت تقول لنا طريقة اننا نعملها بسهولة. بتكسلي عشان يا ياسمين انت ما بتعمليش سكتشات، انت بتعملي لوحات. انا عارف شكل السكتشات بتاعتك اللي انت تقصديه. انا عاوز سكتش كده في دقيقة على ورقة، اي ورقة مرمية في الشارع ارسم عليها بقلم جاف وخلاص خلص، هو ده السكتش بالنسبة لي اللي انا قصدي عليه، ده اللي هيخلي نفسك تتفتح على الشغل. زي الاكل كده، بحط لك ترشي جنبه، الترشي ده مش فرخة مشوية، ده حاجة بسيطة كده بس تأزأزيها تفتح نفسك فتخليكي تاكلي كويس بعد كده. السكتشات حاجات بسيطة قوي كده كل يوم، هتخلينا دايما نفسنا مفتوحة على الرسم ونفسنا نرسم. انما تخيلي لو انت بتفتحي نفسك يعني انت رايحه تاكلي مثلا خروف مشوي وتفتحي نفسك بفرخه قد كده، هيحصل ايه؟ نفسك هتتسد. فلا يعني خلينا سكتشات خفيفه. ربنا يكرمك يا لبنى، تسلمي والله. في خناقه حاصله؟ لا، بتتخانق مع حد؟ ربنا يكرمك يا كريستين، تسلمي. هنرجع قريب ان شاء الله وتنورينا كده في الورش. ازاي شخصيتنا تظهر في اللوحة وتكون مميزة؟ احنا شخصيتنا موجودة من واحنا اطفال، يعني لو مسكتي قلم وشخبطتي هتبقى شخصيتك موجودة. اللي بيبقى ناقصنا بس شوية خبرة بصرية وشوية فرجة كتير. موضوع الفرجة ده مهم، يعني ما ينفعش يوم يعدي عليكم غير وانتوا بتتفرجوا او بتقروا في كتاب او بتقروا مقالة فنية او تشوفوا حد بيتكلم في الفن. لازم تعيشوا نفسكم في المجال كده عشان تتشبعوا اكتر بالفن، ولما تيجوا تعملوا فن شخصيتكم تبقى ظاهره فعلا بشكل كويس، لان احيانا الافتعال هو اللي بيضيع الشخصيه وبتمسها. انما ممكن لو احنا بنشتغل كده، الفنان دايما بيشتغل وهو بيلعب، بيحس ان هو بيلعب وبيعمل حاجه بسيطه ومستمتع ومبسوط. لو وصلنا للحاله دي تلاقي نفسك فعلا بتعملي شغل كويس جدا وشخصيتك هتبقى ظاهره فيه بنسبه كبيره. طيب خلاص الاسئله خلصت. لو في حاجه هتتعدل في السكتش افضل امسح واكمل؟ لا طبعا. سكتش بالقلم الماركر هيتمسح ازاي؟ لا خلصيه واركنيه على طول واعملي واحد تاني. احنا مش هندخل الجنه بالسكتش ولا اللوحه يعني، بس هو السكتش هو الهدف منه التدريب، فيعني خلصيه واركنيه على جنب ونسيه، لان في فنانين كبار سكتشاتهم فيها مشاكل يعني، فهو ما كانش بيظبط على حاجه، كان بيخلص السكتش. لان السكتش مش لوحه هتتعلق في المعرض، واحنا قارنا قبل كده بين اللوحه والسكتش وقلنا ان السكتشات لازم يبقى فيها نسبه خطا، اللوحات ما ينفعش يبقى فيها نسب خطا كبير. ينفع اتابع بقيه الورش واقضيها سكتشات؟ يعني ما بقاش ماشيه مع برنامج الورشه لاني موقعه فيها. ممكن يا نعمه تتابعي، بس يعني لو الخامه موجوده ما فيش مانع تعملي تمرين واحد كده من التمرينات، والسكتشات طبعا مهمه جدا. ازاي نسيرش عن الفن او الفنانين واحنا لسه مش عارفينهم؟ ما هو الموضوع ما بيحصلش كده، الموضوع بيحصل ان انت بتبدأي بس بفنان واحد وبعدين هو بيفتح لك الدنيا كلها. يعني لو انت تابعتي فنان واحد بس على انستجرام مثلا، هتلاقي الهوم بتاعك اتملى صفحات فنانين تانيين مختلفين هو متابعهم او هم متابعين، بعدين تقعدي تعملي فولو لحد تاني فيفتح معاكي شجرة تانية، فهتلاقي نفسك محاطة بكمية فنانين انت بتحب شغلهم وبتستفيدي منه مع الوقت. فبس انا عاوز منك البدايه بس، انما ما ينفعش اديكي لسته كده وتقعدي تدخلي تتابعي. خلاص. مش بتشير شغلها عشان ملوش لازمه، هي اللي بتقول. استني، مين اللي سايحت لها دي؟ الاء. طيب استني بقى. فين يا الاء؟ طيب انا هعتمد على كلام نهلة، بتقول مش بتشير شغلها عشان ملوش لازمة. مين اللي قالك ملوش لازمة بقى؟ يلا ردي عليا بقى، مين قالك شغلك ملوش لازمة؟ عمالين نتكلم في المنهجية وبتاع والكلام ده وهي في الاخر تقول لنا كده. ايه تاني؟ طيب خلاص يلا عشان تناموا بقى، مش عاوز أأخركوا أكتر من كده.
ممكن نكمل الخناقة دي بعدين نشوف آلاء بتقول ايه. مش بشير عشان مش عارفة هدفي من الرسم، ومش مهم تعرفي هدفك دلوقتي، مش مهم يا ستي، نزلي لنا الشغل مالكيش دعوة. ورشة الزيت بعد الأكريليك؟ لا بعد المراجعة، هنعمل شهر مراجعة كده قبل الزيت. أنا بتشدد نرسم بالخامة أكتر من اللوحة عشان أتمكن من الخامة وأجرب أصلح من غلطة اللوحة اللي قبلي. جميل طبعا، بس ممكن شحنة الطاقة دي تطلع في سكتشات برضو، يعني هنلاقي إن فان جوخ كان عامل سكتشات كتيرة جدا وفيها نفس الشحنة اللي موجودة في اللوحات. بس ما تعتمديش على اللوحات إن أنت تظبطي بيها نسب ومنظور وتشريح، هي بتظبط خامة بس زي ما بتقولي وخلاص. تمكن من الخامة بنوصل فيه بقدر كويس مجرد ما بنشتغل لوحة أو اتنين أو تلاتة يعني في نطاق الورشة خلاص. فمفيش داعي يعني نستنزف بس الطاقة كلها في خامة واحدة. الدفعات في الورش لما بتخلص حضرتك بتتبرى منهم ولا ينفع يفضلوا؟ ده موجودين معايا يا جماعة، في ناس كانوا معانا من 5 سنين وما زالوا على تواصل، وبشوف شغلهم وبتاع بنستفيد منهم يعني، بالعكس احنا مع بعض على طول، وجروب الفيسبوك الحمد لله موجود اهو طول الوقت، مش بنمشي ناس منه. ربنا يكرمك يا أستاذة أمنة، انتوا اللي منورينا والله. شكرا يا جماعة، شكرا يا دينا، شكرا يا مين تاني؟ لا مفيش شكرا تاني. انا وانا برسم ببقى متكتفة، ببقى عاوز اعمل حاجة في دماغي ولما اجي اطبقها الاقي حاجة تانية خالص. مش مهم اللي في دماغك، يعني اللي انت عملتيه ما كانش في دماغك احلى من اللي كان في دماغك، خليكي مقتنعة بده. لازم تبقي مرنة، هي دي المرونة اللي انا بتكلم فيه. تمام. ينفع اعمل سكتشات بالاكواريلا او اي خامة ولا لازم لوح؟ لا السكتشات خليها سكتشات خطيه يا دوب بس، ما ترهقيش نفسك باكواريل وغيره، واللوحات بعمليها باكواريل. الدجاجات بتنام ماشي، انتوا شكلكوا سهيره بتسهروا، انا كان زماني نايم دلوقتي. شكرا جدا يا اشجان، ربنا يكرمك. سؤال شخصي، طيب هل اقدر ادرس تشريح شويه جنب الورش ولا مش هعرف اركز في الناحيتين؟ بصي يا كريستين، لو الموضوع مش هيجي على حساب الورش مفيش مشكلة، يعني هتعرفي توازني في الوقت وكده مفيش مشكلة، بالعكس يعني كله بيكمل بعض هيبقى حاجة كويسة. شكرا يا حنان، ربنا يكرمك. شكرا يا رحاب، شكرا يا جماعة، شكرا يا أسماء، شكرا يا خلود، شكرا 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 ليكم كلكم، نورتوني. طيب هنجاوب على آخر سؤال خلاص بتاع عهود ونقفل على كده عشان بس تروحوا تناموا بقى. ليه في تقسيم الورش ابتدينا بالجواش قبل الاكواريل ونرجع تاني ناخد الاكريليك، مع اني حاسه اقرب للجواش لان بدايه لوحتنا في الاكواريل كانت متاثره بالجواش شويه. كويس، احنا بدانا بالجواش عشان هو خامه قريبه لخامات الرسم، وهم على فكره في تصنيف كده بيقول ان الجواش خامه رسم، واحنا بنبقى خلاص خارجين من الالوان الخشب على الباستل ولسه ماسكين الصباع والقلم وبتاع، فمتاثرين قوي بالرسم مش بالتصوير. فما ينفعش ننقل فجأة على الأكواريل اللي هو من أصعب الخامات بتاعة التلوين أصلا، فأقرب حاجة للباستل والخشب هو الجواش، وأكتر خامة أتعلم فيها تكوين لون هي الجواش. يعني هتلاقي معظم تمارين الألوان والحاجات اللي بتتعمل على النت والحاجات دي معمولة بالألوان الجواش، فكان مناسب قوي إن هو يبقى بعد الباستل. بعد الجواش خلاص اتعلمنا نعمل بقى سمك اللون وفهمنا خواص الخامة، نيجي في الأكواريل أقول لك اعمل عكس كل اللي أنت كنت بتعمله في الجواش، فبالتالي هتبقى فاهم كويس. يعني كأني شلت ايديك من مية باردة حطيتها في مية سخنة فهتتصدم، فالصدمة دي مفيدة قوي ان انت تفهم الفرق ما بين الخامتين دول، فلازم يبقوا متجاورين ورا بعض. بالنسبة للأكريليك هو قريب شوية من الزيت، وقريب وفي نفس الوقت قريب من الخامات المائية لان هو اخر خامة مائية احنا هناخدها، فبيربط كويس ما بينهم، وحلقة الوسط بين الزيت وبين الخامات المائية كلها. والأكريليك يعني هو خلاصة التجارب اللي اتعملت على الألوان عموما، يعني سواء بقى الزيتية أو المائية، فبالتالي هو مهم قوي إن هو يبقى في الآخر كده قريب من الزيت. الزيت بقى في الآخر لأن هو مش أصعب خامة ولا حاجة، الزيت من أسهل الخامات وخامة حذف وإضافة ونقدر نصلح فيه بسهولة، بس هو أكتر خامة مش بتلاقوا نفسكم فيها بسرعة، يعني محتاجة شوية نظام وشوية معايشة أكتر من بقية الخامات كلها. يعني أكتر خامة محتاجة معايشة ألوان الزيت،
انا اعرف ناس كانوا طلبه معايا وطلعوا اوائل على الدفعه، بعد كده فضلوا سنتين يعفروا مع الالوان الزيت لحد ما فهموها وفهمتهم وطلعوا منها شغل كويس. يعني انا نفسي الالوان الزيت في الكليه ما كنتش متعايش معاها خالص، ما كنتش متقبلها، فدخلت جداري وحاجات ما كنت برسمه كويس بس ما كنتش حاسس ان انا متعايش معاها بشكل كافي، ومؤخرا يعني بدات افهمها شويه. فبس ده كانت إجابة السؤال. شكرا يا جماعة، والله نشوفكم على خير، تصبحوا على خير، وإن شاء الله نتقابل قريبا يوم الثلاث الأخير من الشهر الجاي بإذن الله. يلا أشوفكم على خير في رعاية الله.